اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج جيران. اليوم حلقتنا خاصه بمناسبه عيد الفطر. سعيد كل عام وانتم بالف خير، وكمان كل عام وحضورنا اللي هون كمان بخير. بدي اعرف اول شيء فيكم، معنا لارا شاهين وهي سيده اعمال سوريه، اهلا وسهلا. ومعنا كمان ايضا ياسمين حبيب وهي ايضا مطربه اردنيه صاعده، اهلا وسهلا. ومعنا الفنان السوري محمد كندو، كل عام بخير. ومعنا ايضا كمان راشد العسف وصحفي اردني، ومعنا ايضا مهند خاوج ولاعب سوري كره قدم، اهلا وسهلا فيكم وكل عام انتم بخير. بدي ابلش معك لارا. لارا، نحن هلا بعيد الفطر السعيد، طبعا شايفين نحن الحلويات قدامنا، بنفس الوقت كان بسوريا معروف كثير المعمول السوري، خلينا نقول، والناس بليله العيد بتبلش تحضر عن المعمول، هل الاجواء فقدتيها هون بالاردن؟ تحكي لنا اكثر عن اجواء تحضير الحلويات بالعيد. هلا هي الاجواء الحلوه، هلا هي الاجواء الحلوه اول ما اجينا يمكن افتقدناها شوي، بس بالاردن كثير قريب الاجواء والعادات والتقاليد على سوريا، ومع اندماجنا وانصهارنا بالمجتمع فصرنا نحن نشتغل مع بعض. هن بيعملوا حلاوه بالسميد، نحن بنعملها بالطحين او بطريقه معينه، فصاروا نتعلم من بعض ونقعد ليله الوقفه نقعد نخبزهم مع بعض، فاسترجعنا هاي الايام الحلوه وصرنا نعيشها فعلا هون بالاردن. طب جربتي الحلويات بالسميد؟ بإيدي لا ما جربتها، بس كوني عندي مؤسسة فكل الصبايا اللي بيشتغلوا معي فإنه هن قبل بيوم ببلشوا يحضروا هاي القصص ويجيبوا المواد، فأنا صار عندي خبرة إنه شو المواد اللازمة، وبصير بساعدهم بالفستق نقشره ونساوي مع بعض، فهذا كله بيجهز ليوم الليلة ليلة العيد بنخبز لتاني يوم. تمام. بدنا نحكي كمان مع ياسمين. ياسمين كل عام وانتم بخير. انت بألف خير الله يسلمك. ياسمين انت فنانة أردنية صاعدة، أول شيء تقولي لنا قد ايه عمرك؟ هلا في شغله ممكن شوي ما بتكونش مبينه علي، انا 15 سنه. العمر كله ان شاء الله. الله يسعدك. وهذا العمر وشاركتي بمهرجانات وطلعتي على قنوات فضائيه كثير، تحكي لنا عن المهرجانات اللي شاركتي فيها. انا شاركت ب 2016 مهرجان الابداع الطفولي، واخذت فيه افضل صوت كبار على مستوى الوطن العربي لانه كان في اكثر من دوله مشاركه. بنفس السنه الحمد لله بمهرجان الاطفال المبدعين اخذت افضل صوت على مستوى الاردن الحمد لله، وشوي شوي الواحد بلش ينعرف، يعني خلص الصوت موجود الحمد لله، ولسه طبعا بنتعلم وبنتدرب وبده خبره الموضوع هذا. اكيد ان شاء الله نحن رح نسمع صوتك خلال الحلقه ان شاء الله. أكيد. بدنا نروح لعند محمد كندو. كل عام وانت بخير محمد. وانت بخير يا حبيبي، والله يسعدك يا رب، يسعد هالمسا. تسلم لي يا رب. محمد، انت كفنان سوري صاعد بتغني، بس انت بنفس الوقت دارس شيء ثاني. مزبوط، تحكي لنا عنك. هلا انا بدايتي اول شيء كغناء، كانت يعني الاصل اني بغني، فلما كبرت بدي ادخل الجامعه فشفت شو ممكن التخصص اللي يكون مناسب اكثر للفن، يعني شيء يكون قريب من الفن، فشفت انه الاعلام اللي هو دراستي صحف واعلام هي الاقرب للفن، فدرستها وما زلت بالفن. نعم. وانت من وين؟ من سوريا. من بنياس. بنياس. طب تحكي عن اجواء العيد، قد ايه بتختلف بنياس ساحليه بتختلف عن اجواء مثلا نحن هلا بالاردن ما في ساحل، يعني بتختلف شوي الاجواء؟ هلا اكيد اللي بيختلف البحر، هذا اكثر شيء. بس هو بشكل عام بسوريا قريب من الاردن، مو كلها بلاد الشام، فالروح وحده، لكن هناك في اشياء مختلفه نوعا ما، بس مش هالاختلاف الكبير، اشياء بسيطه جدا. نعم. قبل شوي لارا كانت عم تحكي عن المعمول بالسميد، انت مجربه مدايو معمول بالسميد؟ انا بعرف اهل الساحل انا مو بيعملوه بالسميد كمان، نحن بجوز بيعملوه بميه النار ولا لا؟ طيب خلينا نشوف اللي بعده. شوف اللي بعده. هلا بنروح لعند راشد، راشد العساف هو صحفي اردني، كل عام وانت بخير. بخير والصحة والسلامة. راشد، كنا عم نحكي عن معمول، انت مجرب شيء المعمول السوري؟ والله انا ما بعرف شو الفرق بين المعمول السوري والمعمول الاردني، لكن هو بطبيعة الحال اعتقد كله بنفس الاطار، بده يكون معمول سواء سميد ولا طحين يعني، وبالاخير بده يطلع عندك مع يعني هو حلو عيد. نعم. نفس الشيء. بالضبط. بس فهي ممكن بالحشوة بتختلف. تمام. حتى بالعجينة. ممكن يعني أنا صراحة يعني هو أنا ممكن أميل الآن يعني ما عاد مثل أول، الأجواء اختلفت الآن، يعني اختلفنا عن الماضي، بالماضي كنا احنا نشتغله بالبيوت بإيدينا أهالينا، الآن بتعرف الحياة تغيرت وكل شيء تغير، الآن حتى أجواء العيد اختلفت،
باختلاف الحياة، يعني صرنا حتى المعمول عم نجيبه جاهز من المحلات. نعم. فبالأخير يعني معمول سميد ولا طحين بالأخير بده يتاكل. أكيد. بدنا نروح كمان لعند مهند نتعرف عليك. مهند كل عام وأنت بخير. أنت بالخير. أنت لاعب سوري كرة قدم. حارس مرمى. حارس مرمى. هلا هون بالأردن أول شيء كل عام وأنت بخير. ممكن قلت لك. يا رب. تحكي لي هلا هون شو اللي عم تعمله بالأردن؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنت بخير جميع. أنا ساعة اللي جيت على الأردن لهون حارس مرمى، هون ما في احتراف حراس مرمى، يعني اضطريت إني بعد عن مجال الرياضة كحارس مرمى. وبالنسبة لأمور التدريب وما تدريب هاي بحاجة شهادات وما شهادات كمان، أنا ظلت الأوراق بسوريا طبعاً بحكم الظروف، يعني اضطريت أنا أن أندار على المهن الأخرى، يعني مثلاً يعني أشتغل أنا مصلحتي حلاق رجالة، فاضطريت أني أشتغل بمصلحتي هون والحمد لله رب العالمين. والشعب الأردني شعب مضياف يعني، وما حسسونا بالفرق إن شاء الله، هيك يا رب الله يسلمهم ويحمي الأردن إن شاء الله. إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، هاي الحياة يعني، إن شاء الله كل عام أنت بخير يا رب. وأنت بألف خير. طيب نحن هلأ بظروف العيد وكلياتنا شاف أنه ممكن تكون شوي ظروف العيد، بنرجع لعند راشد، يعني عم نمر هلأ بظروف اقتصادية كتير صعبة، وأنت شفت بليلة العيد هل فعلا اختلفت، يعني هل أثرت فعليا الظروف الاقتصادية اللي عم بتمر فيها المنطقة والأردن على مثلا على القدرة الشرائية على اللاجئين؟ كيف شفتها أنت الوضع؟ شوف إحنا في البداية احنا يعني بالاردن ما بنفصل على الاقليم بشكل عام، اكيد، لكن الظرف الاقتصادي اللي بمر فيه الاردن وتمر فيه المملكه حاليا يعني هو نوع استثنائي. بهذه المرحله بتعرف عن الايرادات انخفضت، المساعدات والمنح ايضا بعضها توقف، لكن ما بعد قمه مكه يعني كان في هناك بوادر انفراج. الحكومة الجديدة، الحكومة المكلفة يعني حكومة الدكتور عمر رزاز، يعني عملت شيء يعني كويس نوعا ما إن شاء الله، فرجت على الناس وحتى صرفت الرواتب قبل العيد، فصرف هذه الرواتب يعني حسن نوعية يعني القدرة الشرائية ما قبل ليلة العيد وما قبل العيد يعني، لكن بنفس الوقت على اللاجئين السوريين في الأردن يعني في أزمة مالية تمر فيها المفوضية، وهذا الشيء انعكس سلبا أيضا على اللاجئين السوريين. هذا كله بالمحصل، هذه أزمة مالية عم بتمر فيها سواء اللاجئ السوري أو الأردني المواطن، هو عم بعيش الآن بنفس القالب، المجتمع واحد، ظروف نوعا ما عند السوريين أقصى، لكن المواطن الأردني أيضا بنفس الوقت عم بيمر بظروف اقتصادية صراحة صعبة، ضرائب جديدة يعني بالأخير. وحتى ممكن في كانت تقارير صحفية عم بتقول إنه القدرة الشرائية نزلت للنص يعني خلال العيد ورمضان. نعم هي نعم. بتعرف بحكم الظروف اللي مرينا فيها خلال الفترة الماضية، بس مع هيك يعني مرق يعني العيد وليلة عيد هي مشية بالأخير. أنا نعطي للارا تفضلي. هلا صحيح الحكي اللي عم تتناقشوا فيه هو فعلا مزبوط ونحن حسينا فيه لفترة معينة، بس أنا لاحظت بثلاث أيام الأخيرة يعني لحتى ليلة العيد الأجواء ضلت مثل ما هي، بتروح على الأسواق ما شاء الله ما في قرنة أصلا تمشي بين الناس، كله عم يشتري ثياب العيد وعايش هاي الأجواء. فهي بحس انه هي قدره الشعب على التكيف، انه نحن بدنا ننبسط وبدنا نعيد رغم كل شيء عم بيصير، فعن جد شعب جبار. فانا بهني الشعب الاردني والسوري فعليا انه قدروا الجميع يتحدى ظروف العيد، الظروف الاقتصاديه الصعبه. بالضبط، تعرف لانه بالاخير هو عيد، يعني هذه يعني عيد وهي فرحه، يعني فرحه العيد، فالكل بده ينزل على السوق، اشتريت ولا ما اشتريت، حتى فكرة انك تجو العيد وليلة العيد وبتتروح على السوق وبتشتري اغراض، اشتري مسألة حتى انك تمشي بالسوق بالعيد يعني فيها يعني حتى فيها نوع من الفرح، من تنبسط شوي يعني تشوف الناس. بالضبط نعم، بعدين بتطلع بتشوف الناس بتشوف بعضها، في حركة تجارية بتروح يعني نعم. يعني كلها بده بالمجمل سواء يعني حسن المستوى خلينا نحكي الاقتصادي للتجار، او يعني كان صار في حركة تجارية، بالاخير كمان في حركة اجتماعية. حركة اجتماعية برضو يعني تحركت شوي نعم. محمد نحن عشان لأنه عم نحكي عن العيد بدنا نسمع شيء منك من العيد، عن العيد يمكن أنت على شكل عمل شيء غنية. خلينا نبارك، خلينا نفرح ونهني
أهالينا. كل عام وانتو بخير، والله يديم الفرحة علينا. جينا لنهني ونصالح، نبدأ اليوم وننسى مبارح. يا محلى فرحة هالعيد، لما الواحد فينا يسامح. وخلينا نبارك، خلينا نفرح ونهني أهلينا. كل عام وانتو بخير، الله يديم الفرحة علينا. خلينا نبارك، خلينا نفرح ونهني أهلينا. كل عام وانتو بخير، والله يديم الفرحة. يعطيك العافية محمد. بدنا نحكي شوي هلا، يعني نحن طلعنا من شهر رمضان، الناس يعني غير أكيد العبادات، وأيضا طقوس شهر الفضيل كمان الناس تابعت الدراما برمضان. بدنا نحكي شوي عن الدراما قبل كمان ما نحكي عن المونديال بالجزء الثاني من حلقتنا اليوم. مين حابب يحكي أو يعلق شوي عن الدراما تبعت هاي السنة؟ تحكي شوي محمد. أنا بالنسبة لي الدراما ولا متابع ولا مسلسل، بدك فن عندي مطربين كتير بس دراما ولا متابع شيء. ليه ما تابعت؟ هلا في ما بعرف، انا بالنسبه لي الدراما السوريه خاصه عن جديد صراحه ما عاد شفت فيها الشيء، مو الكل طبعا، لكن عم بحكي بشكل عام ما فيها القيمه بالمسلسلات. صار شيء عن تاجر مخدرات، وشيء عن ما ادري شو، يعني ما في هالهدف بالمسلسل. وفعليا الربيع العربي انتج مشكلات وانتج شغلات كثير ممكن واحد يحكي عنها اكثر من انه يحكي عن تجار المخدرات. لكن في مسلسلات سوريه عم تروج للغلط، ما عم يروجوا للشيء الصح. يعني بدل ما يفرجيك انه تاجر شغلي ما كويسه انه سيء، لا يفرجيك انه هذا بطل وزلمه فهمان وكويس ولازم نحبه يعني. فاختصرنا كل هالمسلسلات. كل اتلارا والله أنا مثله كمان، أنا ما تابعت أي شيء ولا مسلسل، ولكن بحب تابع التعليقات اللي بتصير الناس اللي عم بتشوفها بالسوشيال ميديا دائما بيحكوا. فاللي لاحظته أنه خليني أقول أكثر من 70% من الناس اللي عم بشوفهم عم يعلقوا أنه كله عم يحكي في تراجع كتير بالفن أو بالدراما بالذات. يعني صار المسلسل السوري بالأول كان يعالج قضية مجتمعية ويلاقي لها حلول، بينما هلأ بالعكس أنه ما عاد في قيم، ما عاد في أخلاق، عم يورجي صورة غير الصورة الحقيقية يلي نحن أصلاً كنا نعيشها بحياتنا الاجتماعية بسوريا أو خارج سوريا. حتى قضية اللاجئين، اللجوء السوري، صاروا عم يعالجوها بطريقة مختلفة تماماً. فهذا الشيء بزعج، فأنا ما بحب أتابع. حتى كمان مختفية شوي، يعني يمكن السنة الماضية شفنا عمل أو عملين حكى عن اللاجئين السوريين، هاي السنة لا. في يمكن لأنه صارت العالم تعرف انه هذا كذب فما تتابعه، فلذلك في تراجع كتير قوي. طيب نسمع رايك ياسمين، انت اذا تابعت هاي السنه الدراما. ما بتابع، يعني كتير بحب المسلسلات السوريه طبعا، بس هاي السنه تطرقت شوي للمصري اكثر. كيف شفت المصري هاي السنه؟ كتير في مسلسلات عن جد عم تحكي قصص مشكلات في الحياه حلوه يعني. حبيت السنه مسلسلات بس ما تابعتهم كلهم، يعني مقتطفات. ايوه بالضبط. نعم. طب وشو اكثر شيء من المسلسلات المصريه لفت انتباهك او نظرك؟ مثلا في احكي اسم مسلسل مثلا عادي، ممكن مسلسل مليكة. هو بيحكي عن قصه شبه انفصام بالشخصيه لدينا الشربيني.
بس عن جد أبدعت في المسلسل وكقصة كتير حلوة يعني جديدة. فينا نقول راشد، نروح لعند راشد، فينا نقول إنه هاي السنة فعليا الدراما السورية رجعت كتير لورا ورجعت مرة تانية، تقدمت الدراما المصرية لقدام والأعمال المشتركة العربية كمان تقدمت على حساب الدراما السورية. شوف أنا أطلع بهاي المواضيع بدي يكون أنا خفيف يعني مش طليع ولا بليغ بهذا الموضوع، كان مطلع كصحفي لكن مطلع. كان نعم. بشكل عام أنا شايف من السنة الماضية وهاي السنة الأعمال المشتركة هي على بتنجح أكثر وبتنجح بشكل أكبر، وصراحة أنا بفضل هذا النوع من المسلسلات. إذا بدي أتابع المشتركة. بحب أتابع مسلسلات مشتركة فيها نوع جديد، ممكن يعني وسيلة أو يعني زاوية المعالجة بتكون أكبر وأوسع من القضايا المحلية. لما تكون قضية على مستوى الوطن العربي بتكون شيء، أنا مستوى الوطن العربي إيش القضايا اللي عم بتعالج فيها؟ أنا في عندنا مشاكل أساسية اللي هي التطرف، مكافحة التطرف والإرهاب ومشكلة اللجوء، هذا بعموم المشاكل اللي عم يعني موجودة بالوطن العربي، بالإضافة يعني لأبواب أخرى. مثلا في الآن في طالع دارج عنا بالأردن الكوميديا، البرامج يعني المسلسلات الكوميدية نوعا ما أنا تقييمي إلها شو؟ مش كتير. بس نحن شفنا تنافس بين القنوات الأردنية المحلية هاي السنة بشراء أعمال، يعني بتنافس بيناته من شان شراء بعض الأعمال الكوميدية بالضبط، يعني الأعمال اللي حققت يعني مسلسلات الكوميدية اللي حققت نجاح السنة الماضية على قنوات أردنية خاصة الآن على القنوات الأخرى نافست عليها وأخذتها. لكن للأمان أنا تابعت المواسم الماضي والموسم الحالي، في فرق شاسع صراحة ما بين الإنتاج السنة الماضية وإنتاج السنة الحالية. الآن في نزول، يعني نرجع لكون أنت كانت تحكي فيه لارا ممكن بدراما بالسورية، لكن الكوميديا الأردنية كان في نوع من يعني برضو هبوط بالمصطلحات بالألفاظ لهاي البرامج مش متعودين عليها بالمجتمع الأردني بالعموم. يعني احنا ناش نحكي برضو احنا يعني مجتمع انه احنا مدينة فاضلة والمدينة يعني كلها ورود وزهور، لكن بالعموم احنا ما بنحكي هذا الشيء، يعني حتى ألفاظنا بتكون مع الناس مهذبة، لكن الألفاظ اللي شفناها ببعض البرامج الكوميدية الأردنية صراحة لا تموت، يعني هي أقرب لغة سوري بهاي الكلمة ممكن أقرب للغة شارع لكن نعم. مش لغة مجتمع. بنشوف رأيك مهند يعني تعقيب على كلام الأستاذ راشد، حتى المشاهد في بعض المشاهد ما بتنشاف، في أطفال عم تتابع مسلسلات في كذا، يعني ميولهم صاير كتير عن جد كتير دنيء يعني بصراحة، وخاصة بمثل ما حكى ألفاظ دنيئة وحتى في مشاهد دنيئة يعني في أطفال عم تفضل القضية اللي كنتوا عم تحكوا فيها كتير حساسة. طب هلا أنا إنه لفت نظري، هل القضية اللي حكى عنها إنه الأعمال المشتركة هي أدت لهذا الشيء؟ هلا نحن كان في عنا تحفظ بالدراما السورية، كان في عنا رقابة شديدة، ولكن بعد ما صار في مشاركة خلينا نقول خاصة مع الدراما اللبنانية، فأنا بعتقد من وقتها بلش هذا الانحدار، فهل هي إلها علاقة أو؟ تفضل راشد. شوفي الآن إحنا السوشيال ميديا عملت شيء كثير كبير، الآن إحنا صرنا مجتمع منفتح على بعض يعني بأكثر بزيادة عن اللزوم، يعني إحنا زيادة عن اللزوم منفتحنا على البعض، صارت عاداتنا وتقاليدنا شبه لا هي يعني عليها كثير من الشوائب، دخل عليها أفكار سلبية الآن هذا المجتمع بده يتغير، يعني أنا أعتقد الآن إحنا هذا أمر واقع احنا لازم نتعايش معه، لكن احنا بدنا نهذبه، لكن زي بالضبط يعني الترويض، كيف انت بتروض الحصان؟ انت الان بدك تروض هذه الدراما وهذا النوع، يعني انا وجهة نظري، لكن ممكن في هناك ناقد فني او ناقد هم نقاد اهل الاختصاص اكثر مني، لكن انا بوجهة نظري يعني بحاجة للترويض، لكن احنا بعصر كثير منفتح، السوشيال ميديا ما خلت مجال لحدا، الان الممنوع اللي كان بايام خلنا نحكي أيام الدراما السورية قبل الأزمة اللي صارت بسوريا، كان هناك بعتقد كان في رقابة شديدة على الدراما، الآن هذه الرقابة ما عادت موجودة، يعني ما بدك تقص لي إياه بلاقي لك إياه على السوشيال ميديا، بس رقابة سياسية يمكن أكثر الآن هذا المقطع اللي بدك تقصه بدي ألاقيه على السوشيال ميديا،
كيف بدك تضبط هاي العمليه؟ هذا عمليه كثير صعبه وبدها ممكن كمان نحن هلا بمرحله انتقاليه. طيب نحن هلا بدنا نروح لفاصل قصير، بس خلال انتقالنا للفاصل بدنا نسمع غنيه من ياسمين، يمكن غنيه للطفل. انت غنيه اسمها انا طفل صغير، يمكن هاي الغنيه قلتي لي بدك تهديها لاطفال سوريا وفلسطين، واي اي طفل عربي عانى من مشاهد قتل وحرب. خلينا نسمع الغنيه ومن بعدنا نروح لفاصل ومكملين معكم مشاهدينا. تفضلي ياسمين. انا طفل صغير، انتوا الكبرتوني، لسا قلبي صغير، وجعتوا لعيوني وما بدنا نعيش بحرب وتفتيش، ما بدنا ننام على صوت النار. وأنا طفل صغير، ما في فرق بيناتنا، ما في فرق لا بدين ولا بدم، وحاكي ما بنفترق، خلوا